العاصمة الشرقية للمملكة تنطلع لكم اليوم. هذه المدينة اللي تتوفر على جواهر تراثية متنوعة، مدينة عندها خصوصيات ثقافية فنية ومعمارية، معروفة مساجدها العتيقة، أكثر من 1000 مسجد لتميزهم المعمار العربي الأندلسي والإسلامي، مدينة الفقه والعلماء، مدينة لتتحافظ على تاريخها المرموق. وجدة معروفة بالطرب الغناطي، ومن أهم الآلات المستخدمة في هذا اللون الموسيقي آلة الموندول أو الموندولين، آلة وفرية عندها واحد الصوت رخيم. اليوم في ولاد بلادي غادي نتعرفوا على خصوصيات هذه الآلة الموسيقية مع الصانع ديالها، وهو صاحب أنامل ذهبية، المعلم محمد المهدي. محمد المهدي، مرحبا بك في بلاد بلادي. شكرا سي منتصر، وشكرا للمشاهدة الكرام. احنا اليوم في هذه الأجواء الروحانية، احنا في رمضان، وهذه الآلة الوترية هي روحانية، هي باش غنبداو حلقة اليوم. عليك المعلم، بغيت نعرف القصة ديالك، كيف جات بآلة الموندول؟ تعلمت صناعة النجارة، جاء الوالد خذا المبادرة ديال صناعة الآلات الموسيقية، بدأ بالعود، بدأ يأخذ المبادرة على أنه يصنع العود، وفعلا توفق على أنه يصنع العود. داك العود اللي كان ديك الوقت على قد الحال، يعني التجربة الأولى وكل شيء. في بداية يعني 72-73 بدأت الظاهرة الغيوانية. الظاهرة الغيوانية يعني كانت مجموعة المشاهب عندها الموندول. ألور الوالد خمم على أنه يجتهد في هذه الآلة ديال الموندول، وكانت له المبادرة واجتهد في آلة الموندول وصنعها مزيان، وبقينا نتمشاو فيها مزيان. بعد الوفاة ديال الوالد ديالي أنا خديت المبادرة وخديت يعني المحل ديال صناعة الآلات الموسيقية. المعلم، تنقولوا الموندول ولا الموندولين، وشنو الفرق بيناتهم؟ كاين الموندول كبيرة، وكاين الموندولين صغيرة، وكاين بيناتهم الموندولين ألتو. الموندولين هي الآلة الصوت ديالها حاد رقيق، والموندولين اللي كتجي الموندولين الألتو اللي فوقها، اللي هي كتعطي واحد الصوت اللي فوق داك الرقوقية ديال الموندولين. كتجي الموندول اللي غادي تكون غاف، يعني باس، غادي تكون باس باش الأصوات تكمل. بغيت نعرف الطريقة كيفاش تشتغل باش تصنع آلات ديال الموندولين، والمواد اللي تتشتغل بها. المواد عادية، الخشب، أنا كنصنع بالخشب، كنحاول أنني دائما كنصنع بخشب يكون في مستوى مزيان. كنصنع مثلا بالنوايي اللي هو كنغاولو القرقاع هنا في المغرب. كنصنع بالأكاجو، الأكاجو معروف، الأكاجو كيجي من برا. لطاب داغموني، يعني الوجه ديال الآلة دائما خصها تكون بالبيسايا ولا بالريد سيدار، وحنا عندنا هنا في المغرب كنلغاو له البواروج. كنشريوهم وكنشرحو على حسب العبار اللي كنبغي، وكنخلي داك الخشب واحد المدة ديال واحد 3 ايام ولا 4 ايام غير باش ينشف شويه، لان الخشب اصلا كيجي ناشف. وكنبدا في العملية ديال لافينيسيون ديال داك الخشب الرقيق اللي قطعتو من القرطات اللي هما كبار. وخصني اللوح ديالي كيوصل ل 3 ملم، 3 ما يفوتش 4 ملم، 4 ملم بزاف. كنديرها وكنطيوها بالنار. ومن بعد كتجي المرحلة ديال مول الوجه، كتجي المرحلة ديال المونش، نطيوها مزيان ونصاوبوها وندلوها وكنلصقها معاها. في الاخر انا في الصناعة ديالي كنخلي الدرير هو التالي.
اخر مرحله ولا هي المرحله الحاسمه هي نركبوا ليكورد ونشوفوا شنو غتعطينا. المعلم الاصل ديال هذه الاله الوتريه من اي بلد؟ في البحث ديالي اللي درت في الموندول لقيت بان الموندول منذ القدم كاينه في اليونان. ما نجموش نقولوا دي هذه الاله جات من هذا البلاصه ولا جات من هذا البلاصه. نعم، وحنا شفنا المشاهب ولا مجموعه السهام في السبعينات خدموا على هذه الاله وطوروها بالطريقه ديالهم. بغيت نعرف واش نقدروا نعزفوا بها كل الالوان الموسيقيه. قبل في الموندول ما كناش نقدروا نعزفوا مثلا المقامات العربيه، ما نقدروش نعزفوا مثلا البياتي، ما نقدروش نعزفوا الرصد، ولكن اليوم نقدروا نعزفوا البياتي نعزفوا الرصد. معنى هذا بانه بالموندول نقدر نغني ام كلثوم، نقدر نغني اي حاجه، ما عندنا ماشي مشكل. غادي نختموا حلقه اليوم مشاهدينا الكرام على لون موسيقي اللي تتمتاز به مدينه وجده، الطرب الغرناطي. نتلاقاو غدا وشكرا لك المعلم.